في حلقات الحمدان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان تسمو بالحق وبالنور، فتضيء سماء الديجور. قافلة القرآن سلاما، امضي على درب للخير يا حلقات الحمدان. في حلقات الحمدان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ما عليك النوال إلى ذا. الحمد لله نوال الله رقي نوال ما عيب بين ذا. لكن سورة الفاتحة وسورة مكية على الراجح مرن باكوشنا وقال بأرنا يوى مدنية، لكن على الراجح ومكيوي سورة ذا قار كم ذا قرآن باوحا كسو أروري أحاديث تلمامي سفضل قوني إليهن فضل ديراضي قرآن كنت سكال لديريهن شيء يساجد. سورة الفاتحة وحي كمتها يعني قيب لباح سورة ذا السيبي كمتها حق فضل القرآن كمرك لها الله يو. وحن كو قابسان إن هالحديث أحاديث تكسو أرتي فضل كذا. حديث كاسي هو حديث كأبو سعيد بن المعلى وإيسو سارين الإمام البخاري يغير كيبا إيسو سارين النبي صلى الله عليه وسلم يا وحوي يا ري أبو سعيد بن المعلى وحوكو إلى أبو سعيد صلاة بمركة كتير أبو سعيد موسى الله عليه صلاة يسيب سكوتي حد أبو النبي وحوكو صلى الله عليه وسلم مركة كوي يا ري محاد إيالي ويدي يدها إيدي ويدي مركة ساوي حوي نبي الله وانتو كني صلاة بان كتير وحو النبي صلى الله عليه وسلم سو إلهي قرآن كما أورنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سو إلهي إذن مؤرن القرآن كمؤمنين تو إلهي يا رسول كي سو مركا إذن طواقان يالا وأجيب هذه أجيب وي ورقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قرآن كسورة أقوين بان كبري بن نبي صلى الله عليه وسلم انت هذا المساجد كبير قرآن سورة أوين مركو دمع النبي إنه بحص الله عليه وسلم بان قعنت كل دقيب بركة سائر يقول النبي الله سما هذا إيه بلن قادن سورة قرآن كأوين إن هذه برس بركة سائر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ها هاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سورة الليلة معيها كمتها وتضبضة يعني صنق نغتوي السبع المثاني تضبضة صنق نغتوي والقرآن العظيم هي قرآن كوين الذي أوتيته إليسي قرآن كوين إلهيسي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم زي لما دي تا يدع سورة ويا ابو نبي رسول الله ربي وسلم عليه مركز سورة سورة أهان قرآن كوين وقونا فضي بغن يعني وحق معناها هي بنع والباء وسورة الفاتحة ساس برادت بو إلهي وحقنا الضاري إلى صلاة دينكو أخرنا وصلاة دي بل لازم لغدقين يدى الأخر وحي يدى كسو هاري خيار يلو لكن يدى أخرين تدوى لازمو صلاة أن لغو أخرين سورة الفاتحة يعني نبي قول رسول الله عليه وسلم وحبك ما جرت ساس المعنى. طيب انت اسمرك وفضلك هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجع على أيامك بالله منا أليه الرحماني نحريستها أها الرحيمي إيه نحريستها أها لو دو هو نحريست ولو مجعوا إلهي ليهيو صفة الرحمة لك يعني
ويكل حيل ديرينا الرحمن باك حيل دير ووامد كان نحريست حيش غير له وحي أبدين العلماء السلف كون لي هذا الرحمن نحريست قود له ساسعتين عنك وأدونك قال يا مسلم بن حريست يكوها يستان إلهي بأو نحريس سبحانه وتعالى الرحمن تاسعة المامس الرحيم نحريس خاصة ومؤمنين تأنقونك وآخر مركي لتغو مدك النحريس توي وكان بالمؤمنين رحيما مرك الرحيم كوحي تلمامي سنان نحريس تخاص إلهي ومؤمنين تمانين تقيامة وقو نحريسان دون قال أدونا أين اللو وذاقي دونين الرحمن وحي تلمامي سنان نحريس تقودو قال يا مسلم يا جمادات يا حيوانات يا كل أدونك الغوة رايستو تا إيا داما معناه تلمامي قال هي الرحمن النحريس تقود لها الرحيم مدكا كان لها كاسان مي إسكان إناؤن كوب الله بنا الحمد مهد مهد كستا أما مهد كل جيد لله إله بأسونات مهد كل جيد إله بأسكال ألفت إيا اللامت الحمد ذا كتشرت معناها وحيفا إذين إسا يعني مهد أوردن أمان أوردن كل جيد إله بأسكال سبحانه وتعالى ساسويا شكري إيا أمان أوردن إله بأسكال إساق كل جيباله وملكيهان والإساق عن أمود الرب سبحانه وتعالى طيب تاسي إله إساق اسم مهدنا يمر إنك نوحو إلى برايا إنا المهدنا oo sida inuu ummahadin lahayn iyo qaabkan ummadin lahayn waa leenagu baraya isaguna Allah waa ismaadin ya subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi mahad kasta ama mahad kulligeed ilaahi bay u sugnatay kaliigi subhanahu wa ta'ala ayaa iskale yani adoomadu mahadinta ismaadinayaan ayagu iyo amaanta isamaanayaan ilaahi baale waxa ila ruuxa aad ku amaanaysaa mid kale waa diqs aad ku amaanaysaa cilmi buulay aad ku amaanaysaa aqli buulay aad ku amaanaysaa uu quruxsan yahay waxa aad ku amaanaysaa iska leh Allah baa iska leh subhanahu wa ta'ala marka Allah leh amaanta ay iyagu ilaahi amaanayaan isaga iska leh amaantu uu isagu qaar adoomadiisa kamida amaanayaan isaga iska leh amaan oo dhan isay ku dhamaataa marka Allah isaga iska leh subhanahu wa ta'ala laba sababood buu amaanta ilaahi ku leeyahay iyo mahadda waa mid weeye horta uu dhameystiran yahay oo meel la in iyo kuma la ceeb khalqigiisa markii khalqigiisa waa ka gidsi hadii uu ama wax ku taro ama yuusan ku tarine shaygu haduu kamaal leeyahay mutlaq oo dhameystiran yahay waa la iska amaana soo ma li kamaali dhatihi baa lagu itaa lagu amaana waxa kale oo amaan uu ku leeyahay taa waxa ka gidisan adoomadiiso adoomada midka ugu dhameystirnaan badan meel uu ceeb ku leeyahay kale soo saasna ka ugu dhameystirnaan badan meel umbuu in iyo kale yahay dhimanaasho kale taa marka ilaahay amaan buu ku leeyahay talabaad ee amaanta uu ku leeyahay ku mudayo waxa weeyaan wax kasta oo adoomadu haystaan oo la isku amaano ama la isaga mahad celiyo isaga bixiyay wama bikum min ni'matin fa min allahi wa marka amaan meel ay ku timaado ilaahay isaga iska subhanahu wa ta'ala alhamdu amaan kulligeed iyo mahadin kulligeed ilaahay ilaahay bay u sugnatay alihi rabbil alamin unka rabbigooda unka midka iskale ee maamula rabbiga macna al malik al mutasarrif wi wa midka iskale ee hadana maamula wi alamin tana wa kan hore u soo sheegnayo aayad kale uu ilaahay ku fasiray subhanahu wa ta'ala qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbu as-samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin marka aayada sa fasirtayo makhluuqaadka ilaahay oo dhanba caalamiin la ilaahay kulligood isaga marka ilaahay iskale isagaana u taliya cidu diluud cidu rabu dila cidu doolu nooleeya cidu doolu wax siiya cidu doolu ka qaata isaga maamusha rabbi subxaana wa tacaala yacni adoomadiis alii rabbil caalamiina uunka oo dhan rabbigood ahaa ee u talinaya iskalaha kaas ayaa macnaha ammaan leh alihi arraxmaan naxariista guud ku tilmaanaa arraxiimi midda gaarkaana ku tilmaanaa alihi maaliki yowmiddiini yacni maalinta abaalgudka abaalgudka addiin bimacna aljazaawi abaalgudka maalinkeeda alihi iska lahaa ee maaligii boqorkiisa ah maalinta abaalmarintu waa maalinta qiyaamada wamaa adraaka maa yowmuddiin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah يوم الدين ومالك مالك انت قيامة دول لأن مالك سالروح والبوح وشقيستي بأبا القدكي سلسيني مالك يعلمك
الله ما يسكله سبحانه وتعالى وما أنت إلهي ملميا مالين كاس وبقر كيس محلو لي ما أنت بقى الدنيا دوس وبقر سقوما وهي هاي مالين كاوح الله وقو خاصية لي عيد مرميسة أما كوهي ستاء أما الشيغان يسان شرين ما أنت لكن قار شيغان يحجر صمح مالين كان لكن من شيغان دون مجر لمن الملك اليوم مركو علينا لله الواحد القهار ما أنت يا ملكي إسكالي قيامة دي بالجوغاء ألاك يليكي بإسكالي مرح دي إيا بقرة دي إيا بدحوين ياشي إيا كوي أدونك شيغان تري صلاة دين تي إيا ما لنكا سينو رح شيغان يا مجد مالك يوم الدين ساسا نوغو خاسي إلي ما لنكا وإلا ما أنت إساقا مالك وأدوية دا ربي سبحانه وتعالى ساسو معنا تانا وحابا نكسو فهنيبا رب العالمين صمح رب العالمين ما نكسو فهني إنو الدنيا آخرة إساقو لي لكن مالك يوم الدين وحا لوغو خاصي لي معناها صاوب معناها صاوب ودتا معنا سداس دراديد با لوغو خاصي لي مالك يوم الدين ابال غودكا اما امال مرينتا مالينكيدا الله لها سبحانه وتعالى اي بقرك وها كاس ايا معناها امان اي معناها ما هادين اسكلي اياك انت سب وصفات الله سبحانه وتعالى انت سب الله صفات كيسوي الرب وصف اله الرحمن الرحيم وصفات ومغعي اله وصفك لازم يس مالك ومرع إله انت مركات صوصفه تصوت المانتي يا وحي موحد مداسدي اديقو او هر يميدو سوهر استاقي وقلت وحاد ديارو تامرك ان الله هذا شعود استاقي هذا الوجيدس اياك كاليقا اديقا كاليقا بانو نعبدو انو عبد واياك كاليقا بانو نستعينو كالمويدس كاليقا بانو عبدي كاليقا بانو كالمويدس اديقا كاليقا بانو كالمويدس إياك ذا ومعمول لهر مريبا لذا العلم بلغة ذا هر مرينت إياك ذا لهر مريبا وحي فائدين إيسا عبادة ذا إياك المويديسك أو إساق اللغو خاصيله أو للاو ذاقين وحينا الله معنتها يوكله لا إله إلا الله إلا معنته إياك نعبد لا إله إلا الله إلا معنته كليغا أمبا نكو عابدين وعبادة ذا عدك لكو لو ذاقين من عيد كلون آذين وح ويدسنا إن ما شرتو عيد كلون وح كل وذا شين إن ما شرتو عيد كلون كوسي مرة إن ما شرتو أذيك أنك عابودي أذيك أمبار نكلمك ويدسنا إن وحنا ربنا وأمدن الدنيا أمدن آخرة أذيك أنك كلميسن نبدأ هرمك إياك ونعبد ذاتي معنى هذا وح ويوحد كبر النقل إسا شرك إياك نستعيرنا وحد كبر النقل إسا حق إيه حالات إياك نعبد الله وشركي كما تشرب إياك نستعين وحو ينحوق يحيلتون ملي أديك أنكو كالميسانا يا يوندون يا إنا ذو حلقة وطنكو كاشدو سنسمي معنى معنى هو حيكبلك أنت وآيادك اللي تقرأن كسو عرأي لمعنى تهي فاعبده وتوكل عليه إساك كليجي عابد أو تلصارو تلصارو إياك نستعين فاعبده وإياك نعبده معنى وحي لم تهي وكالتو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو مد حق لغو عابدون إساق أهين مجره وإياك نعبد فاتخذه وكيلا وكيل كبلغو وأرمها قول ليبنا وإياك نستعين ساسي معنا مركا واحد كبري نقن حولت حوقي حيرتك عماشا أضحيستي آخر إيمانك أضحيستي صلاة أتو كنيس صونك أتسوميس حجك أتحجينيس صدقة أتبحسنيس إلهي باكوهو كالمي كالمي إلهي باكوهش صوما حيوغي حيالات أعماد كوهلين إنا تكسي سقناتوت كل مطانا إلهي إنو كوافتيه كسوية كوحرمت حيوغي حيالات أعماد أدونك واحد كوهي ستو حولا إيو أما عرور واحد ملكي دو أردنا إلهي كالمي إنو كالميوي ما حيوغي حيالات أعماد كوهش مرك إياك نعبد وإياك نستعين وأصلك أساسك أي دين تكتاجن تقول أصلك أي دين إسلام قرآن كتاجن إياك أديك كلي جاب أن نعبد الله عبدنا وإياك كلي جاب أن نستعين كلمة ويدسننا أو أنك كاشننا ومعنا وشددي هدف كانوا صعنا وأديك سبحانه وتعالى وضع عذابا إلى الله كلمة سنو كادوننا ويدسننا ومعنا طيب نكي مرك لوضع كلمة فانسن والله وضع جملة فانسان وصيب عنه فانسان عدى الإله ينبري مايه عدى الإله أهينا عطسي أقيسا مايه قبر إيو ميت كتيرا نسكله قوين مايه
يعني جن يكوى قرصونا واحترنا اسكل لقين ماي أولي إلهي يا شيخي البربون كتاكتاك وكتير الرومين ماي إياك نعبد وإياك نستعين هذا فأنتو وحاصرنا وكبر النقل لكن انت آدم إياك نعبد وإياك نستعين آدم فهنسلين لا الله بكلمة كتيرتا صاصي معنا لا الله بكلمة كتيرتا أو حيالك لا كذب وريدي صاصي معنا إيه الدنان هون تاسي مركا مهمدة اللقوء أبو ريا اللقوء ترقلوا إلهي السماوات كي يقولك ويستاجي انت عمرك لسوشيغي فوح علينا بريا إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سلع عبوداي وحا أقوين بريضا بريضا وعبادات كتأقوين إلهي أوحد رب الله ويديس وحا لويديسين إلهي نواك لوي وحيابا يريرنا واجرا وحيابا ووين واجرا وحيابا أضبا أنت كي أقومه إنسانا ساد إلهي أويديس الله بهذا القبرية اهدنا نهلون اللو الصراط جدك نوحنون المستقيم اتصنع نهانوني عكسك عجيبة الهي اقعي سنس الهو نهانوني او جدك توصن نوحنوني هانون انت اي هداية اللهم معنى بويكوت ماذا هداية الدلالة والبيان ان شايق اللو قتصو نقرو عدايو قولو قد هذا تلا واخلا تلا واصح هداية ليدان وانك لتهدي الى صراط مستقيم وعبين هداية قيبت هذا اللبان ووافتش ومعنها انه قوافتش يشيقي حقي عبا انا بقادته اوض رميسه اوض كرقنته ايضا ووافتش بل انا ونوع هداية كمي قال الهي ويدي سنين التوامر ما الهي وحنوع عبا لا رأي مس الهي حق عبا ووافتش بل انا لماذا بقى صلصي معنا الهي النوع عدينا ولا نهي نوافتشي الرائتان كيسانا نوافتشي ننقو هنولي نوالي رأي انت بويسو قلس طيب سؤال با إمان إيسا اوالا كانوان هنوصلنا هاي ومسلاج كيبان كترنا سلالي بان تكرنا علمي كيبان براننا سكدي بان بحننا حاج كيبان بحننا واجهاد إنا حضر إهدنا أمان لتاقنا ها مالك انت سقوبا إهدنا سعل علينا وارا هنوصلنا هاي زيبان كترنا شواب تدوحوي هنوكو وادرتشوي واكلا سريا والذين اهتدوا زادهم هدى هنوكو السياد لي نقصان لي إيمان كل مدي حدي آن هنو صنطهي درتشدي سي اغو سري سي مادا قارين إلهو إيضم يعني إي السياد باد إلهي ويدي سنس طلبان يباشا كتير تدوحوي حدار هنو صنطهي هنون كائنات كسب نانيسو إلا انت تكتب نانيس موتا يعقوب الله قال إنات كسب نانيس مالك إلهي وهدار هنون صنعين هنون كي يغسب وإي إغاد لمن إيدا ميستر حدانا هنون صنعين ونون صنعين إله إهديي وإهنوني ساسوي معنى لقوة ده ساسوي معنى إهدنا لهنوني الصراط جدك نقو هنوني المستقيمة أو توسن جدك توسني حديث صحيح النبي وحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم او تسال النبي كبحلي الصراط الاسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صدق توصلي واسلام لماذا حديث هو سغي او امام احمد يو حاكم يغير كود باسو ساري مركه اسلام لماذا صدق توصلي الله نغه هنوني صاصي معنا وح اله لو يدي سمك داس اول حول يا عرور يا ادمي كل بوت وحلما بحيري إني لو أخباري وحكتوسي إلهي كو تعليها يكون نعبه الوصية لكن هنونك إلهي نروح تعليها الوصية ساس معنا ساس براد الضوحة الإلهي ويديسره إنه السجل لقد قيره وحي كلامة عن ماشا والغوص وقادم يعني كاسا إلهي سبحانه وتعالى مكينا بري صراط الذين سؤال شو حيث مك تشيد كان إلهي ويديسره إنه لنا إله نقول هنون لنا ما تشيدني نقوله الرئيبة oo cid hore loo qaadi jiray ba mise waa cid cusub oo anaga hadda yaani aan yaani bilaabayno ha cid hadda aan qarda jeexayna miya mise waa cid hore loo mari jiray oo leenooga horeeyay cidka in leenooga horeeyay cidii inooga horeeyay waa la tilbaad siraatal ladina kuwi cidkooda allah nagu hanoon an amta aadna maaysay alayhim dushood
كوا قلني معيسي جد كودي كاس ويا كان كويتي سنة كوا لونم عيياوي قرآن كو إلهي كو عدي وكو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا كوا إلهي يا رسول كي سأطيعي كوا سوحي لتشيرن كوديهن كوا إلهي أنم عيي الدشورة وكوا لنم عييهن والنبي يدي إيا الصديقين تي إيا الشهداء دي إيا ضدك صالحين تور ولا سنة كوا ساتيك إنو قهر ريو غري أمري كوا سان الله تيكو دي كوا يتسلنا تيك عصماء واتيكنا نوغور ريو قرما سان نوغور ريس ساسي معنا صراط الذين كوا يتيكو دان نوغو هنونا أنعمت عليه بعض النبعيس محال لوغو نمعيي وحال لوغو أن نمعيي دين هي أخلاق هي عقيدة ونفسن هي عمل في عن هي علمه إله سبحانه وتعالى وقلنا معي ونعمة الدين نعمة الدين ومعي لنعمة صار نعمة أما نعمة الدنيا نعمة وتعالى لكن ما كتاب الله في رحمه تندين تمرك الله في رحمه غير المقضوب شيء ما كي للدور إلا عديه وبيددها تتميز الأشياء بالنعايو شيء مركز قيحيسه وحكسي عبادة وآد لو فهمه شيء كسر هرتشي دمك عاد تصدق ميدك عدين كلي دا دمك دوليس الروح على جرينا فانسيس كي عدين كمك عاد وشرح له كي مداو جاهنا مك عاد وشرح له فلوس عاد وسي فهم ماي ها شيء معناه كسر هرتشي دمك الله شيء أي معنى سي عدا دا تي هذا الاستعمال هو عليه غير المغضوب شيت كاسو غير المغضوب غير الصراط المغضوب كوي لو عروضي جدكودي غير كي أعليهم دوشو ولا الضالين ولا صراط الضالين كوي اللومي جدكودي غير كي لما قلو جدكودي معها جدكان كوي دي سنين جدكا توصلن كوي دي سنينو إعدادك الله سوشيك أي مرين لما قلو جدكود بو قرم مرسي قلو وقلو اللو عروضي قلو وقلو اللونتي لما قلو جدكودا إلهي يكمنا ويدسنا مجمع كأننا هوي. كل الله عرض يجيه. حديث بوآيات النبي يكوفة صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والنبي كورنا يوصص على إمام الترمذي شيخ الألباني صحيح الجامع الصغير كوفي وحديث قد من صحيح الجامع الصغير كنبي يقول صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود وأمض الله عرض إلهي وعرض. نقول كنا صارض اللي إذا هذانا وقرا يعني اللون صنب النبي صلى الله عليه وسلم مركا المغضوب عليهم هو يهود الضالين لنا ونصارى كتك توصل اي مركا اي شهادتي يا انبياء يا اي مرين وحو خلافسيا كتك يهود مركي وحاكلوا خلافسيا كتك اي مرين نصارى يا كريستان كمرين لماذا تشد مدنا ما هو كتك لك تشد دحي صفي معنا مركا حديث كاس رسول كان كفر صلى الله عليه وسلم لغض أم ضبع يهودنا وأم الله عرضي وانا اللنسيه نصاردنا إلهينا وأعرضي وانا اللنسيه لغض التلمة بضبع وإسلاليه لكنه يكوك العبادين يهود وحيكوك العبادين تهي على الله عرضي ويكسدتا نصارد نصاردنا وحي يعني عان كيهين كسدتا يهود إن أي كسفيسيهن بادئين باديسيهن صلى معنا قرآن كان يقول شيء سبحانه وتعالى وحنو تجدونا فباءوا بغضب على غضب يا الله قوضا والربن إسر اليهود علي اللابتين عدك لدل صارا نصاردنا إلهي وحكيري قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل خريبي أمنا ضد ضلنا أمنا تدكي توصنا كالبركي سنة أغلى حدان أغلى من مركة ضلال با لغسفه يهودنا غضب إعارة لغسفه علم الإسلام هو حيلي وإسلام أقولي لماذا أمضاد مدول ببادي ديادو سببا كياني يهود اللمتان كأي اللمتان سببا كياني وحويان وترك العمل بالعلم علمي أي برتان إلى الكل مقمان بيكتغين مركة عمل الآن با أصل أؤى لميتان كيهودين وحنو ترى عرض الله عرض يهود نصارد اللميتان كذا اللمتين وحا أصل أؤى
وترك العلم علمي يبرشدي بيكتك لولا أمرو مركا مدول با أصل كاسي كتك من علمي بيكتك والنصار وصاصي كل مين وحبا أيوان قرن أنه بيسكو ديان إلهنا عبدا جهلي بيدون يان إلهنا عبدا يهودنا أيوة وح قرنية أو أقوان تيلة أو شيقي قرنية صحدي خلطي كلا قرنية با وحي كتغن علمي إنا الرعان ويكون أقمان كوانا عرا إلهي وقابا القدي كوانا إنا النمان وهي تشتكي صحبا كاللمان ساس دراد دا وحا لنا دا وعلمة السلف قائدي جن رضوان الله عليهم سفيان بن عيينة إيو يعني من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود علماء أمد الإسلام كم دلنصان هذا برد علماء السوء دين تكوش قيس السوء أقول لك هذا اللنصان يهو أجيه اللي ودي أمد التابو أجيه يهود هو أجيه حي العلم جيه وهي قناة لكن عمل كيبو كتك صوم عبادة يددك عبادة يستوء عبادة كد دالة وأمد كم دلوحي فسادة وشيدك كل منع أمد يبو أجيه نصار ويجي هذا ورد مسك إبادة سنة هيو إسك وردنا هيو إسك سيجيره أقوس الله هيو إسك إبادة سنة كاسوه هيا بكن كي نصارو هيا حير الجهل إله لو عبده نصارى أصلوا كي وحجرنا يو علم جي عمل فلك سكت جينا أصلوا بكن كي يهودات بو هيا ومضى المركز إسك كانوا شيت كده ويجي هاي شيت كده توصل واحد ويان وطريق العلم النافع والعمل الصالح صح معنا سيد كان عن إلهي ويديسان إنه وإنه إلهي سوكا نظره علم نافع إيكو بقن كيسيكو عمل فالكيس يهودي ميت كي كتك تي أو عمل كيا وانقاض اللي صمع نصارى كي كتك تي أو علمي كي أنا وانقاض اللي لولي خير بينه كلان صلى مرك لولي خير بينه كلان صلى سيد كان إلهي ويديسان إنه سبحانه وتعالى كاوي مرك غير المقضوب سيد كان لغا سفيني سيد كاسو غير المقضوب غير صراط المقضوب كوا الله عروضي تشيدكو دا آن أهين عليهم دشوف كوا الله عروضي تشيدكو دا ما أهكن كوي تسنين ولا الضالين ولا صراط الضالين كوا اللومي تشيدكو دا ما أها ايوا تشيدكا هرئي اي نبي يدا اي صديقين تي شهداد مرين تشيدكا سن الله كوي تسنين ناوي معنا مركا تشيدكا سي قيحتان كيسية فافاهين تيسية عدين تيسا حيوكو سعرورتي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كقرآن كأي سنة النبي كوكو عدي صلى الله عليه وسلم عليه محا عقيدة محا أخلاق محا عبادة محا نظام يبلشها النقض كي دولدها النقض كي قيسها النقض كتك فافاهم تيسا وكا إلهي أسود تي كتاب كقرآن كأي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هدي لدولي إلا قرر الشيطان لمرنا وإلا ولا لبرتو كذب للراع ولو نقمو سيدا أمبا كتك سحلا لوه الكرام لكن هذه الوضع تير مد مقية علمي هذه مقية هاي صح منهن هذه عمل كي مقية هاي صح منهن لولا مركان كنا نصنعهم بطريقة نصح نقلي سورة سورة الفاتحة إلهي سبحانه وتعالى وعيه كل مية توحيد كالسدح دي سقيبات بوالو كل مية سدح دي قيبات بوالو كل مية قيبت كل هذه واحد وقيبت لذلك توحيد الألوهية وأضعهم كوحي الصمعين يؤينوا إلهي أقوني لا فريد هذا عفسي هذا وهو يديسي كاغا كالما الضرب كاغا إلى إلهي سجود هذا صلاة هذا إلى إلهي أقوليش توحيد الألوهية ليد هذا حقا له شغمت كايسكا إياك نعبد وإياك نستعين باقي حيث وحقا له شغمت قيبتي صلواته توحيد الأسماء والصفات إلهي مقعيه سي التلماميه أيضا حقا له شغمت إمسا مقعي إمسا صفات سورة شك يعني الرحمن الرحيم صلى الله عليه الله ومنع سبب صفة الألوهية حنبرسين يعني وحو مالك صمع ربي انت صبا ومقعيه مقع والبنى صفه وطا تعالى وأسماء والصفات معايا نقول الله من ربوبية وإنو أدونك إيا كونك إيا أدوميديسو إساقو أبورتي إساقو ليه إساقو أطليه لو نبقون يلا إكلا إني لو ذاك تنع الاعتقاد من تعالى حقا الوشاية رب العالمين بلوشي ها صدح دي بالقاس اللغو قيحي قرآن كان لغو باللاوي وانا لغو ختم دورا سورة برب الناس مركز مقانو سورة الناس ايضا صدح دي وانا لغو سوحدين دورا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
صدح لي قيمة التوحيد لو أنا وشيء تشوحي تلمامي سا قرآنكو تير دحاتك أو كو ريقيو وصدح لها قيمة التوحيدكو إلا شيء والبطير دحات وين بولي سوا صدح لها قيمة التوحيدكو ككو مين هاي باتير دحاتك قرآنكو كو ريقيو ونكو باللوري انتو صعنوا بلنا واحد أرنتا سكالي ونكو قيمة قيمة دونا والغو دمين دونا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.